السلام عليكم. سؤال رقم 26. Principles of Pharmacy Chapter 1. If 0.5 milli of mumps virus vaccine contains 5,000 units of antigen, how many units would be present in each milliliter if the 0.5 milli of vaccine was diluted to 2 milli with water for injection? لقاح ضد مرض النكاف يحتوي على 5000 وحدة من المضاد بكل 0.5 ملي. ال 0.5 راح يخففها ل 2 ملي with water for injection. كم وحدة من الانتيجين راح تكون موجودة ب 0.5 ملي of vaccine؟ يعني عندي كمية العلاج النكاف 0.5 ملي تحتوي على 5000 وحدة من الأنتيجين. هاي الوحدة، هاي الكمية من العلاج راح يخففها مع الماء، يتم التخفيف لاثنين ملي. بس السؤال هو ما ذكر إنه تركيز الأنتيجين ممكن يتغير أو مطي دلالة على تغيير تركيز الأنتيجين المضاد. فاثنين ملي قد راح تحتوي 5000 يونتس. راح نسوي نسبة تناسب بين الملي واليونتس. 2 ملي تحتوي على 5000 يونت، 1 ملي تحتوي على اكس. ال x حتكون مضروبة باثنين، يعني x تساوي 5000 على 2 على 2 نختصر بها 1 بها 2 10 كم 2 5 2500 وحدة units of antigen.